بيهمني انا كونها كعب انه السبتوكوكس من هي المايكرو اورجانيزم اللي اكثر شيء منتشره، وبالتالي لازم اعرف اذا هي ريزيستنت او لا. بشيك على هذا التيبل مين الناس الريسك انه يكون عندهم سبتوكوكس نيموني ريزيستنت، الناس الاقل من سنتين او اكثر من 65 سنه، اللي ما اخذ بيتا لاكتام قبل خلال 3 شهور السابقه، الالكوهوليك اللي عنده ميديكال كوموربيديتي زي هدول، كارديوفاسكولار ديزيز، رينال فيلير، ديابيتس، ليفر فيلير، كانسر، اتش اي في، اللي ماخذ اميونو سبريسيف ثيرابي زي الكورتيزون، الكيمو ثيرابي هاي تعتبر اميونو سبريسيف، ميثوتريكسيت، او هو او طفله موجودين بالدي كير سنتر. تمام، نبلش هون. هذا شوي الجراف في كثير اسهم وبدوخ، بس يعني ما نمسكه نقطة نقطة ونفهم، فركزوا معاي كثير منيح. أول نقطة بالجراف بقول لك تأكد إنه دايجنوز تبعك كاب أو إحنا كاب. بناء عليه لازم أعرف حسب البي إس آي والكير هل أنا لازم أعالجه أوت بيشنت ولا إن بيشنت نون آي سي يو ولا إن بيشنت آي سي يو. مهم جدا إني أعرف كيف وين أعالجه، برا المستشفى ولا جوا المستشفى، وإذا جوا المستشفى هل بده يروح على الآي سي يو انتنسيف كير يونت أدخله على العناية الخفيفة ولا بتعالج طبيعي بالفلور العادي، لأنه كل بوكس له علاج مختلف. أوكي، نمسكهم واحد واحد. افرض قررنا إحنا بالكيس تبعتنا إنه بده يتعالج أوت بيشنت، باجي بعمل هيك سطر، بدي هاي الأوت بيشنت أفصله، هاي الاوت بيشنت. اوت بيشنت انا بحكي هون، هاي انا اوت بيشنت بنزل بالسهم، بده دغري بيسالني هل انت شيكتي او انت شيكت للريسك فور دراج ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني، ارجع للجدول 64/6 دغري قبل ما يقول لك شو العلاج. بقول لك هل شيكت على هذا الجدول؟ هل مريضك من ضمن الكريتيريا الموجوده؟ اذا يس في علاج، واذا نو في علاج ثاني. تمام، نفرض ان انا نو شيكت ان انا مريض لا مش اقل من سنتين ولا فوق 65 ولا ماخذ بيتا لاكتام خلال 3 شهور ولا الكهوليك ولا ميديكال كوموربيديتيز ولا ماخذ اميونو سبريسيف ايجنتس ولا هو بدي كير كله نن نن نن، فانا بحكي نو نو، هي سهم النو. شو عندي خيارات اذا انا نو ما عندي دراج ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني؟ عندك خيارين، يا بنعطي ماكرولايد اللي هم أزيثرو أور كلاريثرو أو بعطي دوكسي سايكلين. إذن أوت بيشنت شيكت على ريزيستنت بكتيريا هاي السبتوكوكس وطلعت ما عندي ريسك للريزيستنس، فأنا خياراتي هي ماكرولايد أور هاي لو خلينا نحطها هون أور دوكسي سايكلين أور ماكرولايد أور دوكسي سايكلين. اور تطلع الفشلو هاي اور اوكي يا جماعة فاهمين شو عم بحكي؟ اوكي دكتور. اذا طلع اوت بيشنت تمام اوت بيشنت و ريزيستنس نو، فانا بين خيارين يا بعطي دوكسي سايكلين او بعطي ماكرولايد. طبعا الجايد لاين القديم اللي قدم من هذا كان يحكي الاولوية للماكرولايد ودوكسي سايكلين هو سكند لاين، بس وجدت بعدين الجايد لاين انه احنا عم بيصير ايش ريزيستنس عالي للماكرولايد، لا بلشنا هيك نرجع للاور. يعني اعطينا دوكسيسايكلين صح قبل الماكرولايد او اعطينا ماكرولايد او قبل الدوكسيسايكلين برضه بصير، ما في اولويه لواحد عن الثاني. فاوت بيشنت وما في ريزيستنس عندي 3 خيارات، ازيثروميسين اور كلاريثروميسين اور دوكسيسايكلين. في عندي ماكرولايد غير الازيثرو والكلاريثرو؟ الاريثرومايسين الاريثرومايسين بالضبط، بس الاريثرومايسين لا يستخدم لانه كثير له جي اي سايد افكتس، يعني بيغلب فما بستخدمه كثير. فانا عم بحكي بين ازيثرو وكلاريثرو، فاذا اوت بيشنت وما عندي ريزيستنس انا عندي 3 ادويه ازيثرو كلاريثرو او بعدين الاريثرومايسين. الاريثرومايسين بده ديوريشن كل 6 ساعات، يعني بده مالتي دوز، يعني بغلب للالتيرنس يعني.
يس أزيثروماسين مثلا وانس ديلي، فيعني برضه هاي برضه عامل صح. طيب افرض انا شيك وطلع يس there is resistance، مثلا كان الولد عمره اقل من سنتين، او كان كبير وعنده كوموربيديتيز، او الكهوليك، او عم بياخذ كورتيزون، فهو يس عنده بيتا لاكتام ريزيستنس ستريبتوكوكس نيموني. اذا يس بنزل على البوكس الاحمر، هاي اليس نزلت على البوكس الاحمر، شو بعطيه؟ بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين كومبينيشن، لانه عندي ريزيستنت بكتيريا ما بتكفي مونوثيرابي، لازم اعطي كومبينيشن من ايش؟ من بيتا لاكتام، وهلا رح نشوف شو الخيارات، ومن ازيثروميسين. لو قلنا بيتا لاكتام زائد كلاريثرو غلط، هون بدهم ازيثروميسين بالكومبينيشن، تمام؟ طيب شو عندي خيارات من البيتا لاكتام؟ بروح من الخيارات اللي تحت الاوت بيشنت، هي انا عندي بوكسين، هذا بوكس بيتا لاكتام وهاي بوكس بيتا لاكتام. البوكس اللي على اليسار هو البيتا لاكتام للاوت بيشنت، اللي هم مين؟ عندي هاي دوز اموكسيسيلين، هاي خيار، هاي دوز اموكسيكلاف خيار ثاني، سيف بودوكسيم 3، سيف يوركسيم 4، وسيف تريكسون نختار الاي ام، يعني انا بحكي عن اوت بيشنت، ما بختار الاي في، اي في معناه بده يدخل مستشفى، طب انا ما بدي ادخله مستشفى، انا بدي اعالجه اوت بيشنت اي ام. لما نحكي خيار عشان هيك نضاف هو بالاوت بيشنت سيف تريكسون، يعني لو ما في سيف تريكسون الا اي في كان ما حطوه، تمام؟ مره ثانيه، اذا عندي اوت بيشنت وعندي ريزيستنس بدي اعطي كومبينيشن بيتا لاكتام زائد ازيثرو. خيارات البيتا لاكتام هي الاتي، يعني يا باخذ هاي دوز اموكسيسيلين زائد ازيثرو، او هاي دوز اموكسيكلاف زائد ازيثرو، او سيف بودوكسيم زائد ازيثرو، سيف يوروكسيم زائد ازيثرو، او اي ام سيف تريكسون زائد ازيثرومايسين. هذا اذا عندي ريزيستنس. طيب نيجي هلا للنقطة الثانية دائما بنراعيها وهي الالرجي. الالرجي افرض انا عندي بيتا لاكتام الرجي، طبعا الجايد لاين ما يدخل بقصة تايب 1 ولا نان تايب 1، خلص بقول لك اي واحد عنده بيتا لاكتام الرجي اعطيه فلوروكوينيلون. فلوروكوينيلون ومش اي فلوروكوينيلون، ريسبيراتوري فلوروكوينيلون. شو رايكم؟ ليش هون مختار ريسبيراتوري فلوروكوينيلون؟ ليش هون؟ يعني هون مش كل الفلوروكوينيلون حاططها من مشان الخيارات، مشان بيصل للسايت اوف اكشن للانفكشن، يعني انا بدي الفلوروكوينيلون اللي بيصل للمنطقه اللي فيها الانفكشن بالرئتين، ما بدي اللي بيشتغل على اليورين او اللي بيشتغل هيك، صح؟ ممتاز ممتاز هيثم. نعم انا يعني مثلا اي مضاد حيوي لما بختاره بدي بيهمني شغلتين، اول شيء يغطي البكتيريا اللي بدي اياها، ثاني شيء يوصل بانف في كونسنتريشن على السايت اوف اكشن، صح؟ فلما نحكي ريسبيراتوري فلوروكوينولونز، وجد دراسات انه هدول الثلاثه اللي هم موكس فلوكسسين وليفا فلوكسسين والجيم فلوكسسين هم اكثر الثلاثه فلوروكوينولون بوصلوا بهاي كونسنتريشن على اللنجز، عشان هيك اخذوا اسمه ريسبيراتوري فلوروكوينولون. متى بستخدمهم؟ هيو في حاله هيو فلوروكوينولون يستخدم للبنسلين الرجي. اذا لما احكي انا اوت بيشنت وعندي دراج ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني، الدراج اوف تشويس هاي بريفيرد هو بيتا لاكتام بلس ازيثرو. طيب افرض عندي انا بيتا لاكتام الرجي، بنزل على ريسبيراتوري فلوروكوينولون لحاله، خلص بنسى الازيثرومايسين، الازيثرو هو كومبايند للبيتا لاكتام. اذا عندي بيتا لاكتام الرجي هاي شطبتها، وبالتالي بشطب الازيثرو، بعطي ريسبيراتوري فلوروكوينولون لحاله، ليفوفلوكساسين لحاله، جيم فلوكساسين لحاله، موكس فلوكساسين لحاله. اوكي يا جماعه، وهاي هون لخصتها مره ثانيه مع الجروب اللي قبلكم. علاج الاوت بيشنت، اول نقطه بدنا نشيك على الريزيستنس للبكتيريا. اذا ما عندي ريزيستنس بعطي ماكرولايد ازيترو اور كليريترو اور دوكسيسايكلين. طب اذا عندي ريزيستنس بشيك على الالرجي، اذا ما عندي الرجي بعطي بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، ومن البيتا لاكتام هدول كلهم اورال باي ذا واي، نحكي كومبينيشن اوف اورال بيتا لاكتام اللي هي هاي دوز اموكسيسيلين اور هاي دوز اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد
يعني هاي دوز التنتين. اه يا جماعة هلا بورجيكم الدوزز تبعتهم. سيفبودوكسيم، سيفيوروكسيم، اور سيفترايكسون اي ام، عشان يمشي يعني باوت بيشنت، بلس ازيثروميسين. هذا لو اكمل شوي الخط. لو عندي بيتا لاكتام اليرجي خلاص نعطي ريسبيراتوري فلوروكوينولون، موكسفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، وجيم فلوكساسين. اوكي يا جماعه هذا تلخيص الاوت بيشنت. في حدا مش فاهمه؟ في حدا مو فاهم هذا التلخيص؟ مش فاهم هذا الجدول؟ باي ذا واي هاي الجراف ملخصه. دكتوره سؤال معلش. نحكي هلا التيبل تبع اللي هو 64-6 بيحكي عن الريسك فاكتور للبيتا لاكتام ريزيستنت. يس. وانا جيت عملت تشيك وعنده ريزيستنت للبيتا لاكتام. ممتاز. بدك تروح هون. بدي اروح وين؟ هون على الاحمر. مايو يس. طب هو بيتا. هلا احنا احنا بنحكي امبيريكال ثيرابي. طيب. هلا امبيريكال ثيرابي طبعا عندي ريزيستنت للبيتا لاكتام، ليش ما ضليت على الميكرولايت لحاله؟ ريسك فور. ما شو تعريف الريسك فور؟ ما قال لك عملت كلتشر وطلع عندي ريزيستنت للستريبتوكوكس نيموني. ريسك ريسك فور معناه انه في احتماليه كبيره انه عنده ستريبتوكوكس نيموني. ما بكفي ازثره لحاله، ما بغطي، لازم نعطي كومبينيشن. اذا عندي إذا عندي ريزيستنت، يعني قصدي ريزيستنت للستريبتوكوكس نيومونيا، انه ممكن الازيثرو ما يجاوب لحاله فبضطر اعطي معه الكومبينيشن. يس بدك دبل كفرج، لان انا ريزيستنت يعني مقاومه، فبدك دبل كفرج اوف الفور بكتيريا. اوكي يعني من التابل بفهم من هيك انه ريزيستنت يعني الريسك فاكتور للبيتا لاكتام ريزيستنت ممكن تكون كمان عنده ريزيستنت للازيثروميسين. هيك قصده التابل يعني. يس يس لانه الازيثرو بنعرفها اذا ما عندي ريزيستنس. يس صح كلامك، يعني الريزيستنس ممكن يجي من هون ومن هون. طيب ماشي. هذا الكلام هيو مشروح هون. امبيريكال ثيرابي فور اوت بيشنت، اذا واحد عندي هيلثي او نو ريسك فور هاي دي ار اس بي يعني دراج ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني، بعطي ماكرولايد زي الازيثرو وكلاريثرو. إريثروماسي ما بستخدمه لأنه هي not often used مشان الـ GI side effects تبعته mainly. ولاك activity against H influenza برضه الكفرج تبعه مش زي باقي زي الأزيثرو والكليرترو. Or doxycycline، قلت لكم الجايد لاين القديم كان يحكي إنه doxycycline هو السكند لاين. هاي weak recommendation، بس هلا لما زاد كتير resistance على الأزيثرو رجعنا نحكي or macrolide or doxycycline. أوكي؟ انسوا هاي ويك وسترونج ريكومنديشن، كلهم خيارات الترناتيف. بقدر اعطي ازيثروميسين، بقدر اعطي كلاريثروميسين، بقدر اعطي دوكسيسايكلين اذا عندي ما في ريزيستنس للستريبتوكوكس نيموني. هاي السلايد اللي برا عم بيحكي لك اذا عندي بريزنس اوف كوموربيديتيز، اذا في ماخذ انتي بايوتيك خلال الثلاث شهور. يعني هاي معناه انه عم بيحكي لك هذا التيبل بس بشكل جمله. التيبل هذا عم بحكي بشكل جملة هون، إذا واحد عنده أمراض أو واحد ماخذ أنتيبيوتيك أو ماخذ إميونوسبرسيف دراجز، فمعناه عندي ريزيستنس. هيك معنى هذه الجملة هاي كلها، إنه عندي ريزيستنس بكتيريا. عندي خيارين، فلوروكوينولون ريسبيراتوري أو بيتا لاكتام زائد ماكرولايد، ولكن هذا هو الفيرست لاين. بيتا لاكتام بلس ماكرولايد هو الفيرست لاين، تمام؟ وبنترك ريسبيراتوري فلوروكوينولون لما يكون عندي أليرجي. هون ببين هاي دوز أموكسيسيلين 1 جرام باي 3، هاي دوز أموكسيكلاف 2 جرامز باي 2، يعني هون التوتال ديلي دوز بالأموكسيسيلين 3 جرام كل اليوم. أموكسيكلاف 2 باي 2 يعني 4 جرام. وحتى جوب الجايد لاين شايفين بحكي لك حتى من ضمن البيتا لاكتام يفضل اني اضل باطار الأموكسيسيلين والأموكسيكلاف، بعدين بروح على سيفتريكسون او سيفبودوكسيم او سيفيروكسيم. اوكي هون بقول لك دوكسي ممكن يكون بديل للماكرولايد، بس هاي معلومه مش ضروري تحفظوها، انا بيهمني تعرفوا لي البيتا لاكتام شو بديلها اذا عندي اليرجي. يعني حتى ضمن هذا الجروب
الجايد لاين عم بيعطي اولويه للاموكسيسيلين والاموكسيكلاب، وبترك بعدين خيارات للسيفبودوكسي او سيفالوسبورينز. بس انا بقول لكم بالامتحان كله الترناتيف، اي وحده تختاروه صح، خلص اي حدا من البوكس صح. المهم بيتا لاكتام بلس ازيثروميسين، صار عندي اليرجي للبيتا لاكتام بنزل على ريسبيراتوري فلوروكوينولون. طب هل ممكن يكون عندي اليرجي للازيثرو؟ يس، بس انها حالات كثير قليله. حتى لو عندي ازيثروميسين اليرجي برضه بنزل للريسبيراتوري فلوروكوينولون. واضح يا جماعه الاوت بيشنت؟ بس بقدر اغير الدكتوره اذا كان عندي اليرجي للازيثروميسين، بقدر احط مع البيتا لاكتام دوكسيسايكلين بالحاله هاي خيار. دوكسي او بحول دغري للريسبيراتوري فلوروكوينولون. يس يس اوكي اوكي يس. مفهوم الاوت بيشنت؟ مفهوم. نيجي على ثاني جروب، واضح. ان بيشنت نون اي سي يو، ان بيشنت نون اي سي يو، هم كير رقم 2 او بي اس اي رقم 3. شو بيحكي لي؟ ما اعطاني خيار اذا في ريزيستنس او لا. هو بقول لك دائما بدنا نفترض ما دام هوسبيتالايز بدي اتعامل مع البكتيريا كانها ريزيستنت. اي واحد دخلته مستشفى اضطريت ادخله مستشفى، اوكي، ما بشيك ريزيستنت ولا لا، خلص بفترض دائما انه عندي دراج ريزيستنس ستريبتوكوكس نيمون. هاي واحد، يعني ما عندي النو، النو بس بالاوت بيشنت. هاي واحد. تنين، بنزل بيتا لاكتام بلس ازيثروميسين، يعني نفس البوكس بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين. بس هون البيتا لاكتام شو خياراتها؟ اي في، ما هو دخل المستشفى خلص اكيد ركبنا له اي في انتي بايوتيك او اي في لاين. فبنختار من البيتا لاكتام اللي فيهم اي في دوزج فورم سيفتريكسون سيفوتاكسيم امبيسيلين سالباكتام ايرتام بينم او امي بينم او ميرو بينم، هاي كلها نفس الجروب اللي هي كاربا بينمز. تمام، اذا شو بيختلف اذا الان بيشنت عن الاوت بيشنت؟ الان بيشنت عن الاوت بيشنت نفس الخيارات اللي هي بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، بس جوا البيتا لاكتام اي في انجكشن. يس، اخترنا الاي في. الاي في كمان مش من الاموكسيسيلين. هو باي ذا واي في اموكسيسيلين اي في؟ اموكسيسيلين في اي في بس استخدامه قليل. لا بالمستشفيات، بعرفش اذا في اموكسيسيلين. في 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 طيب، يعني برضه مش نكتب اي في لكل شيء، اي في لاشياء معينه، سيفترايكسون سيفوتاكس. العاده بيستخدموا السيفالوسبورين من الاي في بالعاده اكثر شيء، يعني نادر استخدام مجموعه الاموكسيسيلين حتى اي ام، بس كان موجود على ما اظن. نعم. امبيسيلين سالباكتام. احكي هاي. كنت احكي اللي هو الامبيسيلين اللي كان اكثر شيء استخدامه بالزمانات انجكشن، بس هلا على اساس الريزيستنت قليل شوي استخدامه، هلا كله الاتجاه للسيفالوسبورين. بس هون احنا عم نحكي عن امبيسيلين سالباكتام. عم بسلم مع سالباكتام شفتها. عم بسلم لحاله بعرف. فاهم عليك. عم بسلم سالباكتام هذا برود سبيكتروم، يعني هذا كتير قوي. عم بسلم سالباكتام موجود طيب، إذن الاي بي بيتا لاكتام هم هدول الأربعة بنحفظهم، سيفتريكسون سيفوتاكس ام بسلم سالباكتام والكاربابينم ارتابينم ميروبينم امي بينم. هايهم الكاربا بينم، امي بينم ميرو بينم، ونحط ارتا بينم. تمام، حتى هاي الدوزز كمان بنحفظ اللي بالاحمر في الماكرولايد. عندنا عندي كلاريفلو والازيثرو، بنحفظ دوزة الازيثرو. الازيثرو عم بيحكي لك 500 ملي جرام باليوم الاول، بعدين بنتقل 250 ملي جرام للاربع ايام، يعني التوتال ديوريشن للازيثرو 5. صرنا عارفين احنا هذا الديوريشن. اول يوم بياخذ هاي دوز اللي 500، بعدين بصير ياخذ 250. بالفلوروكوينولون خلينا نحفظ دوزة الليفو 750 بير داي، وبالتيتراسايكلين اللي هم الدوكسيسايكلين نحفظ 100 ل 200 ملي جرام بير داي توتال ديلي دوز. الكاربابينز هاي هم ايمي بينم ميرو بينم، وبينضاف الارتا بينم اللي هون اوريدي مذكور، هل نسميهم جماعة الكاربابينز، هدول برضو من البيتا لاكتامز. تمام، بس الدوزز بس هدول موجودين بالاحمر برضه. هذا شوف كبير،
تحفظوا تبعت هاي نفس السايكل، يعني احفظوا لي بس دوزات من الاوت بيشنت، بعدين ما في دوزز، هذول بالاحوال نحفظهم خيارات لدوزز للاوت بيشنت. هذا بنرجع نحكي، هلا بنرجع لهذا السلايد مش مشكلة. هاي نون اي سي يو، ان بيشنت نون اي سي يو نحكي ريسبيراتوري فلوروكوينولون بيتا لاكتام بلس ماكرولايد، الأولوية للبيتا لاكتام بلس ماكرولايد، بس من البيتا لاكتام نختار الاي بي سيفوتاكس امبيسيلين سالباكتام سيفتريكسون ارتابينم، تمام، وبنترك الريسبيراتوري فلوروكوينولون اذا عندي بنسلين اليرجي بيشنت. بنسلين اليرجي يفضل ان نتركه بعد ما نكتشف انه عندنا بنسلين اليرجي، ونفس الشيء ريسبيراتوري فلوروكوينولون هم ثلاث خيارات اللي حكينا عنهم. اذا الان بيشنت نون اي سي واسهل من الاوت بيشنت لانه ما عندي نو، صف الخيارات واحده، بيتا لاكتام اي في زائد ازيثرو، وإذا عندي أليرجي بنزل على ريسبيراتوري فلوروكوينولون، فيش عندي هذا الخيار اللي هو النو. أوكي يا جماعة واضح هلا الفرق بين الأوت بيشنت، كتبناها إن بيشنت نون أي سي يو هي دائما يس ما في نو للريزيستنس، بعطي كومبينيشن من أي في بيتا لاكتام اللي سيفوتاكس سيفتريكسون أمبيسيلين إرتابينم ومع الأزيثروميسين. إذا ظهر عندي بيتا لاكتام أليرجي بحول لريسبيراتوري فلوروكوينولون. هاي انبيشنت نون اي سي يو. الكل شيء واضح لأني حدخل هلا اي سي يو شوي فيها تفصيل. شوي الاي سي يو معقد شوي، فبدنا نقرأها جملة جملة عشان تركزوا معي. هلا بالاجمال بالهوسبيتالايزد بيشنت شو رايكم؟ هل ممكن انا بالهوسبيتالايزد احول من اي في لاورال؟ اجمالا هوسبيتالايزد سواء كان اي سي يو او نون اي سي يو، حدا غير هيثم طبعا يجاوب. دكتوره بس يتحسن ما نحوله من اي في لاورال. يا عين عليك يا سوسن. طيب شو تعريف يتحسن؟ يعني نشوف الفيتال ساين، كان في كونفيوجن ببطل يعني بالضبط الفيفر بده يخف الفيفر، السيمتومز الكف برودكتيف كف بده يتحسن شوي، اذا في بلوريتك تشست بين يخف شوي، اذا عملنا صوره للصدر اكس راي ثانيه بلاقي الانفلتريت خف شكلها، الدنس هذا الدنس لوب بيكون اقل، تمام، هاي معناها امبروفمنت. هاي عم بحكي لك convergent to oral therapy should occur within 48 ل 72 ساعة على أساس إنه في عندي improvement، ما كان في improvement لا ما بحول، تمام؟ مرة ثانية بحول يعني خيار إني أحول للأورال يس مطروح بالمستشفى، ليه؟ لأنه في تحسن، إذا ما في تحسن ما بحول لأورال، يمكن لا أضطر إني أعمل ري ايفالويشن وأعرف ليش ما في تحسن. بس المفروض ما دام في تحسن اني احول من اي في لاورال. ليش طيب ممكن احول؟ ليش احول؟ ليش ما اخليها اي في؟ ترى انفيسيف يعني ممكن انه الاي في لاين بطل موجود يعني امو، وممكن كمان الكوست، يعني بتخيل انا الكوست هي الاهم، لانه يعني كثير في فرق بين سعر الاي في والاورال. ما دام المريض عم بيتحسن واموره كويسه وستابلايزد بنحوله لاورال، بضل يعني هو افكتيف الانتيبايوتيك بس يعني كثير الكوست اقل بوجود الاورال ميديكيشن، تمام. طبعا بقول لك لما بدخل المستشفى لازم خلال اربع ساعات نكون مبلشين له المضاد الحيوي، ما ناخر. تذكر نقطه انه يعني تاخير اضافه المضاد الحيوي معناه حيزيد المورتاليتي ريت وحتقل السرفايفر ريت. تحويل الاورال خلال 48 ل 72 ساعه مع نتاكد انه ايش في امبروفمنت. وبقول لك discharge from the hospital should be within 5 days، يعني انا خلال خمس ايام بطلعه من المستشفى، يعني كمان كل ما ضل بالمستشفى صراحه ممكن يلقط بكتيريا ثانيه من المستشفى، يعني المستشفيات كل ما بعدنا عنها افضل وافضل، مش صح المريض يضل قاعد في المستشفى. فانا من المفروض ادخله اخرجه خلال خمس ايام، لا يعني بوقف المضاد الحيوي، لا بطلعه من المستشفى
بخليه يكمل المضاد الحيوي الديوريشن تبعه. لا يعني لو قدام حنحكي شو الديوريشن اوف اكشن، لا الديوريشن اوف ثيرابي، بخليه يكمل عليه بالبيت. تمام. يعني انا بدخل مستشفى ببلش له اي في، بعد يومين لثلاث ايام بحول اورال، واليوم الخامس بطلع من المستشفى وبكمل الديوريشن للثيرابي للباقي المده المفروضه اورال بالبيت. غلط انه يضل المريض قاعد في المستشفى عشان بس المضاد الحيوي، لانه في ريسك بالمستشفى يلقط بكتيريا تانية. هل ممكن يدخل كاب ويصير بالمستشفى عنده هاب؟ شو رايكم بهذا السؤال؟ ممكن اكيد ممكن يعني اصلا الهاب هو انه يدخل مستشفى ويلقط بكتيريا المستشفى، فهي مطروحه. او يدخل باسبيريشن نمونيا، هاي شيء وهاي شيء. يعني ممكن يجي الواحد باكثر من نوع من الامونيا النمونيا، فبنروح فيها خاصة دكتورة بالاي سي يو، كمان كثير بتصير الحالات بالاي سي يو. يعني الاي سي يو كثير وضعهم سيء، وريزيستنت بكتيريا. اصلا ما سمعت انتم مستشفيات في بكتيريا في الاي سي يو اصلا مش قادرين اصلا يتخلصوا منها من كثر ما هي معششه، وبالاخير هدموا المستشفى. كثير ناس بيعملوا عمليات وبيدخلوا الاي سي يو، بصير عنده البلمونري انفكشن، يعني بكون داخل بعملية عظام ولا بعملية إشي، واضطر ودخل صار معه مشاكل كومبليكيشن ودخل الاي سي يو، بتلاقيه بعد 3-4 ايام صار معه انفكشن وتسمم بالدم وشغلات وبروحوا فيها كتير. يعني بروح من الانفكشن مش من العملية الميجر اللي عملها. مش من العملية، يعني لا مش من العملية، عملية اوبن هارت قلب مفتوح، وتكون عملية ناجحة ومكيفين عليه انه ناجحة، وبيموت من انفكشن من المستشفى. عشان هيك كل ما قللنا الستيبل هوسبيتال افضل، فيفضل على اليوم الخامس نطلعه من المستشفى، وبنكتب له على الاور الانتي بايوتيك يكمل كل الديوريشن الباقيت له من البيت. تمام. هاي معلومه برضو مهمه. طيب ندخل بالاي سي يو، ان بيشنت اي سي يو، شوف شو بيحكي. ان بيشنت اي سي يو، بيتا لاكتام، سيفوتاك، سيفتريكسون، أمبسيلين سالباكتام، بلس أيذر أزيثروميسين أور فلوروكوينولون. أوكي؟ إذن هون شو عمل؟ شو أعطى؟ بيتا لاكتام زائد أزيثرو أور مين؟ فلوروكوينولون. كومبينيشن. لا افهموا الجملة. بيتا لاكتام بلس أيذر. أيوة. الايذر يعني تابع على مين؟ للازيثرو اور الفلوروكوينولون. فاهمه بس يعني الفلوروكوينولون يستخدم لحاله. اذا نقرا هاي الجمله، لا مش لحاله، مع البيتا لاكتام. مع البيتا لاكتام بالضبط. يعني شوي الاي سي يو بده تركيز شوي. اوكي. هلا لما ندخل اي سي يو معناه ايش؟ قبل ما احكي شو الميديكيشن، لما بدخل اي سي يو معناه هذا المريض فارض، يبدو يكون عنده سيفير نمونيا، لانه الكير عم بيعطيك 3 4 او 5 او البي اس اي 4 او 5، فالمريض هذا سيفير كونديشن ودخل اي سي يو، فهو يمكن هيموداينامكلي انستابل، ففيش فيه مزح. تمام. اول نقطه، اذا بدي اعطي تريتمنت شو بنعطي بالاي سي يو؟ بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين اور بيتا لاكتام زائد فلوروكوينولون. تمام. إذا عندي بنسلين أليرجي بعطي فلوروكوينولون زائد أزيتريونام. طيب نكتبهم عشان نشوف قديش إحنا فاهمين. إذا ICU نحكي خياراتي بيتا، شو رأيكم بالبيتا لاكتام؟ طبعا الـ IV بيتا لاكتام بلس إثرو هايسين بيتا لاكتام بيراتوري فلورو كوينولون. اذا كان عندي اليرجي شو بعطي؟ بقيم البيتا لاكتام هايتن ام، شو بصير؟ ريس بيراتوري فلورو كوينولون زائد مين؟ بلس أزيتريونام ريسبيراتوري فلوروكوينولون زائد أزيتريونام. هاي نرجع نقرأ الجملة مرة ثانية.
طبعا انا هلا الاي سي يو هحكيها سريع بالمره اللي بعيدها بتفصيل الممل. تفضل مين عم بحكي؟ دكتور الازيترونام مو بغطي النيجاتيف جرام نيجاتيف؟ بالعكس الازيترونام بغطي جرام بوزيتيف، هو اصلا بديل الفانكومايسين اذا عندي انا فيرسا اللي فانكومايسين ريزيستنت بكتيريا، هو بغطي بوزيتيف. طيب مره ثانيه ان بيشنت اي سي يو شو بنعمل؟ The minimal recommended therapy. ايش يعني minimal؟ يعني اخف اشي ممكن ينعطى هو التالي، لانه هلا حنشوف في ناس حنضيف لهم ادويه اخرى، لان جوا الاي سي يو يعني انا اوكي بكون في مريض داخل نمونيا وبدنا ندخله اي سي يو، بس مشكله الاي سي يو ايش يا جماعه؟ انه في لها البكتيريا الخاصه فيها، فانا بعطيه ادويه عشان ما يصيرش عنده ميرسا من الاي سي يو. مره ثانيه انا بدي اعطي دواء يغطي الستريبتوكوكس نيموني اللي عملت لي الكاب، بس كوني دخلته جوا الاي سي يو انا كاني دخلته جوا الانفكشن، بس انا مضطر للاي سي يو وين بدي اودي؟ فلازم اعطي في عند مرضى معينين لازم اعطي ادويه انها تحميني من ادويه من الانفكشن اللي جوا الاي سي يو. من الانفكشن جوا الاي سي يو احفظوها، الميرسا ممكن تكون موجوده، هاي الميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس دائما معششه بالاي سي يو هاي، والسودوموناس، السودوموناس بتموت على الاي سي يو، دائما معششه بالاي سي يو. اوكي؟ فعند ادويه امراض مرضى معينين ممكن على هدول نضيف اشياء ثانيه، نبلش نضيف دواء يغطي الميرسا، دواء يغطي السودوموناس، يعني انا بديش ادخل تفصيلات لان نقراها بالتفصيل هون، بدنا نغطي شيء يغطي السودوموناس، بنسميها انتي سودومونال انتي بايوتيك، شيء يغطي الميرسا. اوكي؟ بس خلينا احنا هلا بالمينيمال. المينيمال ريكومندد تريتمنت هي البيتا لاكتام زائد ازيثروميسين او بيتا لاكتام زائد فلوروكوينولون، واذا عندي بنسلين الرجي نعطي فلوروكوينولون زائد ازيتريونام. لهلا مفهوم؟ وهي هون بهون بالجدول بنشوفه ان بيشنت واي سي يو برضه السهم نازل على هذا، هاي في سهم هون نازل على البوكس مره ثانيه، هاي بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، وبنيجي نحكي بيتا لاكتام زائد الريسبيراتوري فلوروكوينولون، بس مش عارف ليش هون مش موضحينها، الا اذا موجود بمكان اخر. هاي موجود، هاي برجع بحكي لك ريسبيراتوري فلوروكوينولون الترناتيف تو ازيثروميسين ان كومبينيشن وذ بيتا لاكتام، يعني فلوروكوينولون زائد بيتا لاكتام او ازيثروميسين زائد بيتا لاكتام، بس باي ديفولت نزل لك السهم هون لانه هون اوريدي كمان ابليكابل بيتا لاكتام زائد ازيثروم. اوكي؟ اذا بيشنت اي سي يو بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، واي بيتا لاكتام هدول نفسهم الاي في، بيتا لاكتام زائد ازيثروم او بيتا لاكتام زائد فلوروكوينولون، هل استخدم الفلوروكوينولون لحاله؟ لا، لازم يكون معه بيتا لاكتام. طب اجاني مريض عنده بيتا لاكتام الرجي بلغي البيتا لاكتام وبعد فلوروكوينولون زائد ازيتريونام، هي فلوروكوينولون زائد ازيتريونام اذا عندي الرجي، وهذا الفيرست لاين فلوروكوينولون زائد بيتا لاكتام او ازيثروميسين زائد بيتا لاكتام للناس اللي بالاي سي يو. واضحه هاي النقطه يا جماعه؟ تخيل كثير واضحه، ما في اوضح من هيك. هاي نان اي سي يو، هاي موجوده هون بوضوح تام. لما نحكي بلس ايذر معناها البلس موزع على اثنين، على ازيثروميسين اور هي الاور اور فلوروكوينولون. هلا ما راح ادخل بالاشياء اللي بدنا نضيفها على المينيمال، بعملها المحاضره الجاي. يعني احنا هون بهاي المحاضره اليوم شو شرحنا؟ شرحنا انه بناء على الكيرب تبعنا والبي اس اي بده يتعالج مريضنا اوت بيشنت ان بيشنت اي سي يو ان بيشنت نون اي سي يو. اذا عندي اوت بيشنت لازم اسال حالي هل هو ريسك ولا مش ريسك؟ مين بيجاوبني هذا الجدول؟ هل هو تحت السنتين او اكثر من 65؟ هل عنده بيتا لاكتام؟ هل الكوهوليك؟ بيتا لاكتام ثيرابي واحد، الكوهوليك، ميديكال كوموربيديتيز او كذا، بدنا نشيك عليهم واحده واحده. كله نو 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 فهو ما عنده ريسك، نعطي ازيثرو اور كلاريثرو اور دوكسي. طب اذا عنده ريسك بنزل بالسهم لهون، هي يس انزل بالسهم. البريفيرد هو بيتا لاكتام زائد ازيثرو، والبيتا لاكتام حددني بخيارات معينه. هاي دوز اموكسي اللي هي 1 باي 3
هاي دوز أموكسيكلاف 2 باي 2 هاي دوز حفظ كمان حتى لو أنا مش بهذا الجدول. أوكي يا جماعة هاي دوزز الأموكسي مش موجودة هون على أساس إنها موجودة بهذا السلايد. هايها موجودة بهذا السلايد وينك يا ليما؟ هايها هاي دوز أموكسيسيلين اللي هي 1 جرام باي 3 هاي دوز أموكسيكلاف اللي هي 2 جرام باي 2 2 باي 2 أو 1 باي 3 برضو من خيارات البيتا لاكتام بالأوت بيشنت سيف بودوكسيم سيف يوركسين أو أي إم سيف تريكسون. خلصنا من الأوت بيشنت نيجي على الإن بيشنت نان أي سي يو ما في خيار للنان ريزيستنس بدي أتعامل مع كل الستريبتوكوكس نيمونيا على أساس إنها ريزيستنت اللي بريفير دي بيتا لاكتام زائد أزيثروميسين فأنا هون بيتا لاكتام الأي في ما دام عندي أي في في عندي خيارات سيفتريكسون سيفوتاكسيم أمبيسيلين سلبكتام والكاربابينم وسواء كان عندي أوت بيشنت أو إن بيشنت إذا في أليرجي بنزل هون للريسبيراتوري فلوركوينولون ألون آخر إشي شرحناه اليوم كان الإن بيشنت أي سي يو الأي سي يو شوي وضعهم صعب فبدنا نعمل upgrading بالثيرابي تمام؟ فبختار بيتا لاكتام بثبتها بضيف عليها الأزيثروميسين يعني زي هذا الخيار من البيتا لاكتام سيهم أو بعطي بيتا لاكتام زائد فلوروكوينولون تنين equal alternatives يعني بختار يا هذا يا هذا بتشوفوا الأفيلابيليتي بتشوفوا الهيمودايناميك تبع المريض يعني مثلا إذا عنده رينال فيلر شوي ببعد عن الفلوروكوينولون مثلا طيب إذا عندي الأليرجي للبيتا لاكتام بشطب هذا الخيار كامل وبختار الفلوروكوينولون ريسبيراتوري فلوروكوينولون زائد الأزيتريونام إذا عندي أليرجي تمام؟ المحاضرة الجاية بدنا نشرح إذا عندي ريسك للسودوموناس إذا عندي ريسك للميرسا شو بدي أضيف أدوية إكسترا يعني ممكن يوصل لمرحلة الواحد بياخذ 3 و4 أدوية بالآي سي يو من الأنتي بايوتيك لأنه الوضع بالآي سي يو شوي خطير.